بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثامن من سلسلة اللقاءات الحية المكررة المحاسبة المتقدمة. طبعا اللقاء الثامن إذا اعتبرنا أن أول أسبوع غير محسوب، أو العاشر إذا حسبنا الأسبوع الأول. طبعا بالنسبة للرابط، أنا أمس يعني أعتذر على نسيت أضع صلاحية للوصول إلى المحاضرة، وبالتالي أرسلت الرابط ولكني يعني لم أضع إشارة أمام الوصول، وبالتالي الآن يعني أعتقد أنها سوف تكون يعني متاحة للجميع محاضرة الأمس، على الرغم أني أنا وضعت الرابط مباشرة يعني بعد الانتهاء من المحاضرة، لكن قدر الله وما شاء الله. نعم. إذا تحدثت في المحاضرة الماضية، محاضرة الأمس، عن موضوع مقدمة في اندماج الأعمال. تحدثت عن مفهوم الاندماج وأنواع الاندماج وكذلك الأسباب التي تؤدي إلى الاندماج، وعن المعالجة المحاسبية للاندماج. ذكرت بخصوص المعالجة المحاسبية للاندماج بشكل سريع أن الاندماج يتم معالجته وفقا لطريقة، طريقة تسمى طريقة الحيازة. وهذه الطريقة تتطلب مني أني أقوم بتحديد تكلفة الاندماج أو تكلفة الضم. وتكلفة الضم قد تتكون من ثلاث أشكال: النقدية المدفوعة، أو القيمة العادلة للأصول المتنازل عنها، أو القيمة السوقية للأسهم المصدرة، أو مزيج بين هذه الأشكال. وبعد ذلك يتم تقييم أصول والتزامات الشركة المندمجة بالقيمة العادلة، ويتم مقارنة تكلفة الاندماج أو تكلفة الاتحاد ما بين وصافي القيمة العادلة. إذا كانت التكلفة المدفوعة أكبر من صافي القيمة العادلة فإن الفارق يعتبر شهرة، إذا كانت التكلفة أقل من صافي القيمة العادلة الفارق يعتبر أرباح الشراء بسعر مخفض. سوف نأتي إلى شرح هاتين المشكلتين. وكذلك ذكرت أن وفقا لطريقة الحيازة تعتبر المصاريف التي تدفع في سبيل الحيازة أو التملك أو الاندماج تعتبر مصروفات فترة، أي أنها لا تدخل ضمن تكلفة الاندماج، استثناء إذا تم تمويل عملية الاندماج عن طريق إصدار أسهم، فإن مصاريف طباعة وإصدار الأسهم تعتبر تخفيض لعلاوة الإصدار أو ما يسمى برأس المال الإضافي. وبعد ذلك يتم انتقال أصول والتزامات القيمة المندمجة إلى الشركة الدامجة بالقيمة العادلة، تنتهي عملية الاندماج. هذا باختصار طريقة الحيازة ومعالجتها لعملية الاندماج. مع الأسئلة إن شاء الله، إذا في أي استفسار أيضا نقوم بعملية التوضيح. أي من الأشكال الآتية يعتبر من عمليات ضم أو توحيد الأعمال؟ الاندماج، الاتحاد، السيطرة، جميع ما ذكر. نعم صحيح، جميع ما ذكر تعتبر شكل من أشكال الاندماج. نعم. عند قيام مؤسسة بتملك مؤسسة أخرى مما ينتج عنه زوال الشركة التي تم تملكها وانتقال نشاطها وأصولها والتزاماتها للشركة المتملكة أو الحائزة، هذه العملية تسمى ألف اندماج، باء اتحاد، ميم سيطرة. نعم اندماج. نعم صحيح اندماج. هذا السؤال أتى في أكثر من دورة. أيضا عند تأسيس شركة جديدة تنتقل إليها أصول أو التزامات مؤسستين أو أكثر قائمتين
مما ينتج عنه تصفية وزوال الشركات المنضمة. هذه العملية تسمى اندماج، اتحاد، سيطرة، ليس مما ذكر. نعم اتحاد صحيح، تمام ممتاز. عند قيام شركة بشراء غالبية أسهم شركة أخرى مما يعطي الشركة المشترية القدرة على السيطرة على إدارة وقرارات الشركة المسيطرة عليها وتسيير أعمالها وفقا لمصالح الشركة المسيطرة. هذه العملية تسمى اندماج، اتحاد، سيطرة. سيطرة نعم صحيح سنتم. من الأسباب التي تدعو إلى اندماج الشركات تحقيق التكامل الأفقي، تحقيق التكامل العمودي، التنويع في أنشطة الشركة، جميع ما ذكر. نعم صحيح. وفقا لطريقة التكلفة، تعالج المصروفات التي تدفعها الشركة في سبيل تملك شركة أخرى باعتبارها ألف مصروفات فترة تعتبر ضمن تكلفة الاندماج يتم إهمالها ليس مما ذكر. نعم إذن تعتبر مصروفات فترة. هذا السؤال أيضا أتى بأكثر من دورة. تعالج مصاريف طباعة وتسجيل الأسهم من قبل الشركة المشترية في حالة اللجوء إلى إصدار أسهم لتمويل عملية الدمج بألف اعتبارها مصروفات فترة لا تعتبر من ضمن تكلفة الاندماج، جيم تخصم من رأس المال الإضافي لا يتم معالجتها. نعم تخصم من رأس المال الإضافي. وقد أتى أيضا هذا السؤال في أكثر من دورة. أيضا وفقا لطريقة التكلفة أو الحيازة يتم تقويم أصول والتزامات الشركة المشترى القيمة ألف الدفترية، باء العادلة، جيم التاريخية، لا يتم دال تقويم أصول والتزامات الشركة القيمة العادلة الفير فاليو. نعم إذا تمت عملية التملك خلال العام فإن إيرادات ومصروفات الشركة المشترى خلال الفترة من بداية العام ولغاية تاريخ التملك لا يتم نقلها إلى الشركة المشترية، يتم نقلها إلى الشركة المشترية حسب نوع المصروف أو الإيراد ليس مما ذكر. لا يتم لأنها تعتبر حق من حقوق أصحاب الشركة القديمة قبل الاندماج، لأنه فقط طريقة الحيازة هي عبارة عن شراء صافي أصول، شراء صافي أصول. أيضا اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد بمبلغ 182 ألف ريال نقدا، كما دفعت الشركة سين في سبيل إتمام الصفقة 1500 ريال وعمولات وساطة ومبلغ 2500 ريال نقدا أتعاب مدققين ومحامين، ونتج عن الصفقة عملية اندماج. ما هي تكلفة الاندماج؟ ألف 186 ألف، باء 183 ألف وخمسمية، جيم 184 ألف وخمسمية، دال 182 ألف. نعم صحيح يا نوف 182 ألف لأن المصاريف لا تدخل ضمن تكلفة الاندماج، لا تدخل ضمن تكلفة الاندماج. فكما ذكرت في بداية الحديث في هذه الحلقة أنه لا أن التكلفة تساوي النقدية المدفوعة أو القيمة العادلة للأصول المتنازل عنها أو القيمة السوقية للأسهم. هنا تم تمويل عملية الاندماج بدفع نقدا، وبالتالي المصاريف كما ذكرت وفقا لطريقة الحيازة لا تدخل ضمن تكلفة الاندماج، لا تعتبر ضمن تكلفة الاندماج.
وبالتالي تكلفة الاندماج تساوي 182 ألف ريال. طبعا الأرقام أيضا ما في عندها مشكلة، يعني لو جانا سؤال 200 ألف مثلا نقدا أو 1,820,000 ألف نقدا، هذه لا تختلف، يتم حسابها بنفس الآلية أو الطريقة. اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد بمبلغ 182 ألف ريال، فنتج أو كما دفعت الشركة سين 1500 ريال عمولات وأتعاب 2500 أتعاب مدققين ومحامين، ونتج عن الصفقة عملية اندماج. طرف المدين من قيد إثبات المصروفات هو ألف تكلفة الاستثمار، باء مصاريف الاندماج، جيم النقدية، دال لا يسجل قيد بالمصروفات. نعم صحيح، باء من حساب مصاريف الاندماج. اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد بمبلغ 182 ألف ريال نقدا، وبلغت أصول الشركة صاد بالقيمة العادلة 202 ألف، والتزاماتها بالقيمة العادلة 20 ألف. الطرف الدائن من قيد الاستثمار الذي يتم تسجيله هو 182 ألف من حساب تكلفة الاستثمار في صاد، 182 ألف إلى حساب النقدية، جيم 202 ألف من حساب تكلفة الاستثمار في صاد، دال 202 ألف إلى حساب النقدية. نعم، إذن إلى حساب النقدية. طرف المدين من القيد الذي يتم تسجيله طبعا هو من حساب الاستثمار إلى حساب النقدية 182 ألف تكلفة مدفوعة. في حالة زيادة تكلفة الاستثمار ما نحسبها؟ اي نعم، هي ذكرت ان تكلفة الاندماج وفقا لطريقة الحيازة تكون احد ثلاث اشكال، إما نقدية مدفوعة أو قيمة عادلة للأصول المتنازل عنها إذا تم التمويل عن طريق أصول، أو القيمة السوقية المصدرة للأسهم، القيمة السوقية، أو تكون خليط، ممكن أني أدفع جزء نقدا وجزء مثلا سيارة والجزء الآخر أصدر أسهم من تمويل عملية التملك. وبالتالي بالنسبة للنقدية زائد القيمة العادلة للسيارة زائد القيمة السوقية للأسهم، هي تكلفة التملك. واضحة يا لما؟ في حالة زيادة تكلفة الاستثمار المدفوعة من قبل الشركة المشترية عن صافي القيمة العادلة لأصول الشركة المشتراة، فإن مبلغ الزيادة يمثل ألف رأس مال إضافي، باء أرباح رأس مالية، جيم شهرة موجبة، دال شهرة سالبة. نعم، أنا أعلق بس دقيقة على هذا طبعا طريقة الشراء كما ذكرت تنظر إلى عملية الاندماج على أنها شراء صافي أصول، وبالتالي يجب أن أقارن التكلفة المدفوعة مع صافي الأصول اللي حصلت عليها من الشركة القيمة العادلة. إذا كانت التكلفة المدفوعة أكبر من صافي الأصول فهنا الفارق يعتبر شهرة. سابقا كانت عندي شهرة موجبة وشهرة سالبة، إذا كانت التكلفة المدفوعة أقل كانت تعتبر شهرة سالبة،
بعد ذلك تم حذفها من المعايير لأنه ما في عندي شهرة سالبة. يعني سابقا كانت تعرف الشهرة على أنها السمعة الجيدة أو السمعة الطيبة للشركة، وبالتالي هل الشهرة السالبة هي السمعة السيئة؟ لا. وبالتالي تم إلغاء الشهرة السالبة من القاموس المحاسبي، ما عندي شهرة سالبة وشهرة موجبة، عندي شهرة فقط. والشهرة اللي تسمى باللغة الإنجليزية goodwill هي فقط يعترف بها الناتجة من عمليات الاندماج. فعندما تقوم الشركة بدفع مبلغ يزيد عن صافي الأصول الفارق يعتبر شهرة، يعني الذي جعلك تدفع مبلغ بأكبر من القيمة التي تستحقها هذه المنشأة لابد أن هناك شيء. حتى على مستوى الشخصي إذا أنت أردت أن تشتري شيئا ودفعت فيه زيادة عن القيمة الحقيقية له لابد من أن يوجد هناك شيء اللي خلاك تدفع هذا المبلغ، اللي جعلك تدفع هذا المبلغ الزيادة، وبالتالي هذا يسمى شهرة. والشهرة تعتبر من الأصول غير الملموسة intangible assets، ويتم معالجتها وفقا للمعيار الدولي رقم 36 انخفاض قيمة الأصول أو ما يعرف بـ impairment assets. يتم تطبيق هذا المعيار على هذه الشهرة، يتم في كل سنة نفحص الشهرة، فإذا وجدنا انخفاض في قيمتها فهنا يتم الاعتراف بخسائر انخفاض قيمة الشهرة من حساب خسائر انخفاض إلى حساب الشهرة. أما إذا كانت المبلغ المدفوع التكلفة أقل من صافي القيمة العادلة فكانت سابقا تعتبر شهرة سالبة، ولكن تم إلغاء هذا المعالجة. أصبحت في التعديلات الأخيرة في ضوء المعايير تعتبر أرباح الشراء بسعر مخفض، أي أنها ناتجة عن مهارة تفاوض. أنت عندما تشتري أصل بأقل من قيمته فهذا ناتج عن شطارتك ومهارتك في عملية التفاوض مع البائع، وبالتالي تعتبر أرباح الشراء بسعر مخفض لأنك أنت اشتريته بسعر أقل من قيمته، وبالتالي اعتبرها أرباح. وتظهر هذه كأرباح في أول قائمة دخل يتم إعدادها بعد عملية الاندماج، قائمة الدخل، لأنه ناتج عن مهارة في التفاوض. هذا ما عند المقارنة ما بين القيمة العادلة لصافي الأصول المشتراة والتكلفة المدفوعة. واضحة؟ واضحة؟ واضح؟ من الأسئلة. ممتاز. إذا قلنا شهرة في حالة زيادة تكلفة ناتج المعادلة التالية: تكلفة الاستثمار ناقص صافي القيمة العادلة أصول الشركة المشتراة تمثل صافي أصول تكلفة الاستثمار رأس المال الإضافي دال شهرة. طبعا شهرة في حالة طبعا إذا كانت تكلفة أكبر من، يعني فقط نضيف للسؤال إذا كان ناتج هذه المعادلة موجب، ناتج المعادلة التالية موجب تكلفة الاستثمار ناقص صافي القيمة العادلة للأصول، لأن تكلفة الاستثمار أكبر من صافي القيمة العادلة وبالتالي تعتبر شهرة.
في حالة وجود مؤشرات لانخفاض قيمة الفرق، سيتم في هذه الحالة إثبات الانخفاض بقيد الطرف المدين منه هو ألف الشهرة، باء خسائر انخفاض الشهرة، جيم أرباح الشهرة، دال رأس المال الإضافي عند انخفاض قيمة الشهرة. نعم، خسائر انخفاض الشهرة. والطرف الدائن، ما هو الطرف الدائن؟ إلى حساب، نعم، إلى حساب الشهرة، من خسائر انخفاض الشهرة إلى حساب الشهرة، لأن الشهرة ذكرت أنها أصل غير ملموس والأصل مدين، عندما أريد أن أخفضه أسوه دائن. اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد، وقد قامت الشركة سين في سبيل شراء جزء من أسهم صاد بإصدار 20,000 سهم من أسهمها ذات القيمة الإسمية 10 ريال والسوقية 50 ريال، كما تم شراء الجزء الآخر من أسهم الشركة صاد وذلك بمبلغ 1,220,000 ريال. تكلفة تملك صاد تساوي 1,220,000 ب 2,000,000 جيم 2,220,000 دال 2,122,000. مليون ومئتين وعشرين ألف. 2,220,000. طيب، إيش رأيكم أحل هذا المثال؟ نحل هذا المثال مباشرة. حتى نحدد التكلفة. تمام. عندي هذا المثال. أي بحل، أبشر. أحل لكم إياه. إذن الآن، نعم يا زهر، نعم صحيح، أنا ذكرت في البداية أن تكلفة التملك عبارة عن النقدية المدفوعة أو القيمة العادلة للأصول المتنازل عنها أو القيمة السوقية للأسهم المصدرة. وبالتالي في هذا المثال تمت عملية تمويل الاندماج بجزء منها نقدا والجزء الآخر أسهم. إذن الجزء النقدي كما هو، نحسب النقدي 1,220,000 الآن الأسهم القيمة السوقية، عندي أصدرنا 20,000 سهم ضرب القيمة السوقية كم؟ القيمة الإسمية 10 ريال والسوقية 50، نأخذ 50، 20,000 في 50 مليون. إذن تكلفة الاندماج عبارة عن النقدية زائدا القيمة السوقية للأسهم المصدرة.
التكلفة تساوي تكلفة الاندماج تساوي النقدية 1,220,000 زائدا 1,000,000 هي القيمة السوقية للأسهم المصدرة تساوي 2,220,000. العشرين ألف جاءتنا من السؤال بإصدار هذه قامت بإصدار 20,000 سهم قامت بإصدار 20,000 سهم عدد الأسهم. أنا شو نحسب التكلفة؟ عدد الأسهم ضرب القيمة السوقية للأسهم. طيب الآن أي لا معلش ما في مشكلة. أنا أخذ سؤال آخر مثال عندي على حتى ترسخ الذهن. لنفرض أن تم شراء شركة مبلغ 150,000 ريال نقدا وقطعة أرض قيمة 100,000 القيمة العادلة 70,000 ريال ما تم تمويل إصدار 1,000 سهم قيمة الإسمية 10 ريال سوقية 100 ريال. كم تكلفة تملك هذه الشركة؟ دفعنا جزء نقدا انا قطعة ارض 1,000 واصدرنا 1,000 سهم مثل اسمية 10 والقيمة السوقية 100. تكلفة الاندماج ذكرت عبارة عن النقدية المدفوعة. النقدية المدفوعة زائد القيمة العادلة للأصول المتنازل عنها زائد القيمة السوقية للأسهم المصدرة. وبالتالي تكلفة الاندماج تساوي النقدية المدفوعة 150,000 زائدا القيمة العادلة للأرض 70,000 زائدا القيمة السوقية للأسهم 1,000 ضرب 100 تساوي 100,000. إذن 150,000 زائد 70,000 زائد 100,000 كم تساوي؟ 170 زائد 100 عفوا 150 زائد 70 220 زائد 100 320,000 ريال سنتي نوف. إذن هذه تكلفة التملك. قد يتم كما ذكرت سابقا بدفع نقدا
أو تقديم بعض الأصول القيمة العادلة إذا تم التقديم، أو إذا تم التمويل عن طريق إصدار أسهم القيمة السوقية، أو قد يتم الخليط بينهما كما في هذا المثال جمعت، جمعت الثلاث أشكال وجعلت تكلفة الاندماج عبارة عن نقدية وقيمة عادلة وقيمة سوقية. واضحة تكلفة الاندماج؟ واضحة؟ واضحة؟ في أي سؤال على الأمثلة أعطيناها قبل ما أنتقل إلى الأسئلة؟ أرجع للأسئلة. إذا فنرجع لمثالنا السابق سؤالنا، فتكون تكلفة التملك 2,220,000 كما حسبتها زهرة، 1,220,000 زائد 20,000 في 50 مليون، إذا 2,220,000 تكلفة التملك. تمام، نكمل الأسئلة. في سؤال، لحظة، في سؤال ما شفت، في سؤال ايه نجمعها. طبعا القيمة العادلة ناخذ القيمة العادلة دائما للأسهم متلازمة. المية وخمسين ألف عندي نقدية موجودة، جزء نقد اندفعنا 150,000، 70,000 كانت القيمة العادلة للأرض، 100,000 القيمة السوقية للأسهم. صحيح لما؟ انصاف، عفوا انصاف، صف خرجت من ال... تمام. الله أكبر الله أكبر. إذن أكمل الأسئلة. اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد، قامت الشركة سين في سبيل تملك صاد دفع مبلغ 150,000 أو 1,500,000 عفوا، وكانت صافي أصول الشركة صاد بالقيمة العادية 1,250,000، والقيمة الدفترية 1,400,000، مقدار الشهرة الناتجة يساوي 250,000، 100,000، 150,000 لا يوجد شهرة. نجلاء يبدو عندك المشكلة يا نجلاء، أن الأمور طيبة ما أدري. واضح السؤال اللي سألته؟ أعيد السؤال. أبشر يا نجلاء، الآن بعيد السؤال. اشترينا شركة دفعنا مبلغ 1,500,000 وكانت صافي أصولها بالقيمة العادلة 1,250,000 والقيمة الدفترية 1,400,000، الشهرة ناتجة ألف 250 باء 100 جيم 150 لا توجد شهرة. هذا أضفيها للملخص، هذا يعني ليس بالضرورة يكون أرقام نفسها الموجودة، يعني نفس الرقم، يعني الشهرة ماذا تساوي؟ أنا ذكرت قبل قليل عندي أعطاني في هذا السؤال، أنا أعيد السؤال هذا، أحل السؤال. اكتب الارقام الان، اكتب لكم اياها على الشاشه، اكتب لكم اياها مطبوعه. نعم،
شفت الشركة سين كامل أسهم وشركة صاد. واضح السؤال أمامكم؟ واضح السؤال؟ واضح على الشاشة؟ واضح، زين. اشترت الشركة سين كامل أسهم وشركة صاد، وقد قامت الشركة في سبيل تملك الشركة صاد دفع مبلغ 1.5 مليون ريال، دفعنا ثمن الاندماج 1.5 مليون. وكانت صافي أصول الشركة بالقيمة العادلة 1.25 مليون، وبالقيمة الدفترية 1.4 مليون. ما هو مقدار الشهرة الناتج؟ قلنا نقارن الشهرة، يتم مقارنة، أكتب نقارن ما بين التكلفة وما بين صافي القيمة العادلة. التكلفة صافي القيمة عادلة، أصول شركة مندمجة. نقارن ما بين التكلفة وما بين صافي الأصول. إذا كانت التكلفة أكبر فالناتج عبارة عن شهرة، إذا كانت أقل، تكلفة أقل من صافي الأصول، الناتج أرباح شراء بسعر مخفض. إذن هنا أقارن، وجدت أن التكلفة هي 1.5 مليون، تكلفة 1.5 مليون، وصافي أصول الشركة بالقيمة العادلة، احنا ناخذ القيمة العادلة الدفترية ما أن فيها، لأنه ذكرت أن طريقة الحيازة تقوم بتقويم أصول والتزامات بالقيمة العادلة. الأصول والقيمة العادلة 1.250 مليون، إذن التكلفة 150 ألف، 1.5 مليون، عفوا 1.5 مليون، صافي الأصول 1.250 مليون. كم الفارق ما بينهم؟ اثنين وخمسين ألف. إذن الفارق اثنين وخمسين ألف. ماذا يمثل اثنين وخمسين ألف؟ شهرة، أن التكلفة أكبر 1.5 مليون، أكبر من 1.250 مليون. إذن شهرة. إذن قيمة الشهرة كم؟ نعم، قيمة الشهرة الناتجة كم؟ السؤال، ألف 250 ألف، باء 100 ألف، جيم 150 ألف، دال لا توجد شهرة. الإجابة الصحيحة هي ألف. واضحة؟ واضح هذا السؤال؟ تمام. طرف المدين من قيد انتقال أصول والتزامات الشركة المندمجة في ظل عدم وجود شهرة هو ألف الالتزامات المخصصة وتكلفة الاستثمار، جيم الشهرة، دال
جيم عفوا باء الشهرة، جيم الأصول وتكلفة الاستثمار، دال رأس المال الإضافي. صحيح. إذا كانت صافي القيمة العادلة لأصول الشركة المشتراة تزيد عن تكلفة الاستثمار من قبل الشركة المشترية، فالناتج يكون ألف، أرباح تشغيلية، شهرة موجبة، أرباح الشراء بشأن مخفض، خسائر تشغيلية. القانون، القانون نقارن ما بين التكلفة وصافي القيمة العادلة لأصول الشركة المندمجة. هذا القانون. إذا كانت التكلفة أكبر، تكلفة أكبر فالفارق يعتبر شهرة، إذا التكلفة أقل يعتبر أرباح شراء بسعر مخفض. هذا إذا أقارن ما بين التكلفة وما بين صافي القيمة العادلة، الفرق ما بين التكلفة وأرباح القيمة العادلة. إذا التكلفة أكبر شهرة، إذا التكلفة أقل هيكون عندي أرباح الشراء بسعر مخفض. واضح يا وفاء؟ واضح؟ إذا هنا حيكون السؤال: إذا كانت صافي القيمة العادلة تزيد عن تكلفة الاستثمار، الناتج ماذا يكون؟ أرباح تشغيلية، شهرة موجبة، أرباح شراء بسعر مخفض، خسائر غير تشغيلية. نعم، أرباح الشراء بسعر مخفض. أحسنت، تمام، ممتاز ممتاز. اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد، وقد دفعت مبلغ 1,140,000 نقدا، ونتج عن شراء الشركة الأسهم الشركة صاد اندماج صاد في سين. الطرف المدين من قيد التملك هو 1,140,000 من حساب الاستثمار في صاد، ب 1,140,000 من حساب الشهرة، ج 1,140,000 من حساب الأصول، د 1,140,000 من حساب النقدية. طرف المدين من قيد التملك، قيد الاستثمار. نعم، ألف، ألف قيد الاستثمار، ألف من حساب الاستثمار في صاد، من حساب الاستثمار في صاد 1,140,000 إلى حساب النقدية، إلى حساب النقدية. هذا قيد التملك أو قيد الاستثمار نسميه. الآن قيد الانتقال الأصول، نقول من حساب الأصول في عندي قيد تملك وقيد انتقال. واضح؟ يجب التفرقة ما بين قيد التملك وقيد الانتقال. قيد التملك من حساب الاستثمار في صاد إلى حساب النقدية، الطرف المدين حساب الاستثمار، والطرف الدائن حساب النقدية. إذا ظهرت الشهرة الجانب المدين من قيد انتقال أصول والتزامات الشركة المندمجة بالقيمة العادلة، هذا يعني أن تكلفة الاستثمار في الشركة صاد أقل من صافي أصول الشركة بالقيمة العادلة، تكلفة الاستثمار في الشركة صاد تساوي صافي أصول الشركة بالقيمة العادلة، تكلفة الاستثمار في الشركة صاد أكبر من صافي أصول الشركة بالقيمة العادلة، وجود أرباح غير تشغيلية. نعم، إجابة جيم، جيم. نعم يا عم. صحيح. إذا ظهرت أرباح الشراء بسعر مخفض في الجانب الدائن، من قيد انتقال أصول والتزامات الشركة المندمجة بالقيمة العادلة، فهذا يعني أن تكلفة الاستثمار، أنه تعرفون يعني الشهرة تظهر بالطرف المدين، أرباح الشراء بسعر مخفض الأرباح تظهر بالطرف الدائن، تظهر بالطرف الدائن، أرباح الشراء بالسعر المخفض تكون بالطرف الدائن. فأرباح الشراء إذا ظهرت أرباح الشراء بسعر مخفض في الجانب الدائن من قيد انتقال أصول والتزامات الشركة بالقيمة العادلة، فهذا يعني أن تكلفة الاستثمار في شركة صاد أقل
من صافي أصول الشركة العادلة، تكلفة الاستثمار في شركة صاد تساوي صافي الأصول، تكلفة الاستثمار نعم أكبر من صافي الأصول، تكلفة الاستثمار تكون نعم أقل. إجابة صحيحة ألف، أحسن. تمام. هذا بالنسبة إلى موضوعاتنا لهذا اليوم. طبعا يعني الأسئلة اللي طرحناها اليوم ممكن يعني من 3 إلى 4 أسئلة يأتي منها في الاختبار النهائي. الموضوعات اللي طرحناها اليوم يأتي منها أسئلة في الاختبار النهائي. في أي سؤال؟ أي استفسار؟ تفضل يا منال. الطرف المدين من قيد انتقال أصول والتزامات الشركة المندمجة في ظل عدم وجود شهرة هو الأصول بالقيمة العادلة، الأصول وتكلفة الاستثمار. طالما عندي قيد انتقال فالأصول تنتقل دائما بالقيمة العادلة، القيمة العادلة. فمن حساب الأصول راح يعني في الأمثلة اللي موجودة معكم في المذكرة شفتم الآن من حساب الأصول بالقيمة العادلة، الطرف الدائن يكون عبارة عن تكلفة الاستثمار، يلغى حساب الاستثمار من الانتقال، لأن حساب الاستثمار هو الوجه الآخر لصافي الأصول يتم إلغاءه عند انتقال أصول والتزامات الشركة بالقيمة العادلة. الطرف المدين الأصول والطرف الدائن سوف يكون الالتزامات وتكلفة الاستثمار. يتم إلغاء، واضح؟ تمام. في أي سؤال آخر؟ أعزائي الطلبة إلى هنا لكم لهذا اليوم، إلى أن ألتقيكم في المحاضرة القادمة بمشيئة الله، لكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.